كلام جميل. وكمان خليني اقول لحضراتكم بقى لفته تانية كده، كان واحد من الجماهير اللي كان سعيد باللي حققه قفشه، هو عبر عنا فخره باللاعب وعمل له هديه، بس كانت هديه غريبه قوي بقى، نزلها على السوشيال ميديا، عباره كان بيتزا، هنوري حضراتكم بيتزايا كده بصوره قفشه. هو طبعا شاف المشاهير، يعني احنا شايفينه ده شاف المشاهير، الاستاذ خالد عبد الفتاح، هو من مدينه الغردقه تحديدا، هو قرر ان هو يعمل بورتريه على هيئه بيتزايا كده عليها صوره محمد مجدي قفشه، زي ما كلنا بنطلق عليه صانع الالعاب يعني النادي الاهلي. وقال هو الشاف قال ان الاهلي شرف الكرة المصرية بالأداء المميز في مباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي، وتوقع كمان فوز الأهلي في النهائي الإفريقي على حساب كايزر تشيف إن شاء الله، وتحقيق لقبه العاشر. لفتة حلوة، أنا بحب الحاجات دي. معرفش أول ما قلت بيتزا أنا تخيلت إن هي بيتزا بجد. طب انا مش فاكر هياكل اللعيبه بتوعنا ولا ينفع كده؟ ده احنا لازم نتصدى للهجمه دي. احنا ناخده على التليفون ونعرف منه اكتر. استاذ خالد عبد الفتاح شاف المشاهير، يعني كريم طبعا صباح الخير في البدايه، وكريم بيسال حضرتك احنا هناكل اللعيبه بتوعنا ولا ايه يا استاذ خالد؟ صباح الخير من مدينه الغردقه الاول، وصباح الخير على كل متابعي قناه الاهلي. صباح الخير عليك، حلوه الفكره دي، عجبتنا فعلا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. صباح الفل عنده استاذ كريم. والله هي الفكرة، بصي أنا شغال في المطبخ عامة يعني، فأنا قلت أشجع بطريقة الخاص. لا بس هي طريقة مبتكرة، يعني طريقة حلوة وطبعا، ولكن هي مبتكرة، يعني إن الواحد من حبه للاعب أو من حبه لشخص معين إن هو يعمله أو يرسمه على الأكل، بس كمان عندك حس فني شوية، يعني قدرت إن أنت تطلع نفس الشكل بالظبط، دي مش سهلة. بس أستاذ أنا عندي هو المطبخ، هو المطبخ عندنا اسمه يعني فن الطهي، تمام، ومتوفر عندك كل الالوان في المطبخ اللي انت ممكن تشتغلي بيها. حلو جدا. فانت بايدك ممكن تطلعي اكله معلش الوانها حلوه شكلها حلو، تمام، وممكن يكون تستاهل مش حلو، بس بالشكل اللي انت عملتيه يبقى طعمها حلو، هتلاقي الناس كلها تاكلها. صحيح. وممكن تبقي عملتي اكله حلوه خالص وما عرفتيش تقدميها بالشكل المناسب فما حدش هياكلها. صح. لا انت عملتها وقدمتها بشكل حلو بصراحه. فانا الحمد لله كنت عملت موضوع البيتزا ده، وكان في برضو يعني نجوم مشاهير جدا زي راموس كان في الغردقه، وعملت بيتزا شافها برضو كانت عجبته، ونجوم كتير برضو كنت عامل برضو كابتن محمود الخطيب. اوكي. بيتزا لما كان في حفل الكاف اللي هو كان في الغردقه السنه اللي قبل اللي فاتت. وكنت عملت لسيديو ماني بيتزا برضو شكله، انا خدها واحتفل بيها وعجبته قوي، وساعتها كمان اكلته ملوخيه وبطاطس في الغداء. طب قول لي يا شيف خالد، بيبقى عليها طلب؟ يعني تلاقي كده ممكن ناس تيجي تقول لك، او اطفال او غير، يقول لك انا عايز بيتزايه مثلا كابتن خالد بيبو، بيتزايه مجدي قفشه يعني مثلا، او فطيره اكرم توفيق. يعني بتطلب يعني؟ والله في ناس كثيره طلبت مني حاجات، بس هي الصوره بتاخد مني وقت شويه، لان انا برضه بشتغل في الشغل بتاعي، فمش ان شاء الله بقى نعمل حاجه كبيره كده في الغردقه، وتبقى ايه يعني بيتزا المشاهير مثلا. ايوه دي حلوه جدا، وعلى فكره مشروع يجي حلو. يجي كريم مثلا عندي يشرفني اعمل له بيتزا بالصوره بتاعته. طب وانا ما اجيش يعني؟ يجي حضرتك برضه. ماشي يا شيخ خالد. صوره بالبيتزا. زلابي يتهاون. لا نجي لك والله، يبقى تقرير جميل، او حضرتك حتى تشرفنا، يعني خلينا ننسق ان شاء الله مع فريق الاعداد، بس حابين انك تكون معانا بجد. ان شاء الله ونعمل بيتزتين حلوين كده برضه. ان شاء الله. بس هنا السؤال بقى، انا لما اعمل بيتزا مثلا، ايوه، لما اعمل بيتزا مثلا بصوره مثلا محمد صلاح، هيبقى سعرها سعر محمد صلاح ولا سعر البيتزا؟ شوف بقى الكلام بقى. ماشي، حقك برضه يا شيف خالد. تسلم يا شيف خالد، نورتنا، شكرا ليك جدا. لذيذ قوي. جدا جدا جدا.